منوري منورة إن شاء الله حياتكم في أمن وأمان بإذن الرحمن. اليوم جيت نهضر على واحد الهمزة جديدة، وممكن الناس اللي باقين شوية صغار في السن غادي يعتبروها بأنها ما صالحاش ليهم، لأن غنهضر على التقاعد المتقاعدين وشنو كيوقع الأغلبية ديالنا في الدول العربية ملي تيقرب التقاعد، أو ملي كيسمعوا الناس كيهضروا على التقاعد أو لا قريبين يوصلوا للتقاعد. الوغ بما ان الناس اللي كيسمعوني ما بين نقول ما بين 30 25 حتى 55، يعني بحال لي سالوغ كونسيرن با، بحال لي ما يقولوا ما هاد الموضوع ما تيهمنيش، ولكن لا الموضوع تيهم بعمق، لان كاينين معتقدات مرتبطين بالوعي الجمعي، وهذوك المعتقدات هما اللي غياثروا علينا ملي غادي نجيو حنا نوصلوا التقاعد. اوكي، وغادي نعطيكم بزاف ديال الحوايج اللي غادي يعاونوكم قبل ما توصلوا للتقاعد، قبل ما ديروا الاغلاط اللي ديروهم الناس والاسلاف والاجداد والوالدين اللي قبل، واللي عاشوا فتره التقاعد فتره خايبه بزاف لدرجه انهم كانوا كيتمنوا الموت، وهذا الشيء اللي غادي نجيب له ان شاء الله من بعد. الو، بما ان الاغلبيه الساحقه كتكل على الخدمه ديال الكونترا ديال العقود، يعني خصني نخدم عند شي حد وكنبقى مرتبطه بشي حد، وهذاك الحد هو اللي تيقرر امتى نخرج امتى ما نخرج. للاسف ما عندناش حنايا العقليه ديال الاستثمار والمشاريع وتكون انت حره في الخدمه ديالك. هذه واحد الحاجه كنهضر عليها في موضوع اخر وفي مجال اخر ديال المشاريع، ولكن غير بغيت نقول لكم باش ندخلوا. دونك كاين الانديبوندون اللي هو انت انديبوندون في الاول كتكون، ومن بعد كدير شركه كبيره وكتخدم معك الناس وانت تكون المسؤول عليهم والمسؤول على خدمتك. هاد القضيه هذه كتخلع بزاف ديال الناس، كتخلع بزاف ديال الناس اللي عندهم عدم يقين بان الله هو الرزاق، تيقولوا اللهم سالير جاي من عند هذاك السيد ولا خدمه ما نعرفش واش يجيني الكليان واش ما يجينيش الكليان، واش واش يقدر يكون عندي السالير كافيني الكرا ديالي الماكله ديالي الوليدات وداك الشيء. بصراحه كيديروا واحد لافوس غوت كنقولوا حنا طريقه خايبه اللي كيقبضوها. علاش؟ لان هذاك اللي انت حاط متوكل عليه راه التوكل ديالك غادي فواحد البلاصه غلطه. هذاك اللي كيعطيك السرير اي وقت يجري عليك يدابز معاك يدير لك شي مشكله، واصلا ماشي هو اللي كيرزقك، اصلا ما هو مش كيرزقكش، لان لي كومبيتونس ديالك والمهارات ديالك وشنو عندك غني لداخل هو اللي مخلي هذاك بنادم مخدمك. اذا هو مخدمك وتيطلع على ظهرك لان كيستغل القدرات ديالك، ولكن انت وانت القدرات ديالك ما كتستغليهمش باش انت تطلعي وتطلعيهم وتزيدي وتنميهم، لا كيستغلهم واحد اخر وتيطلع وكيستغل لك انت وانت 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 وتيطلع الاكاديميات ديالو وتيطلع الشركات ديالو وتيطلع. الحمد لله اللي كاين هذه القضيه، لان حنا كنتكلوا على ناس اخرين باش كيطلعوا معنا لان بالفضل ديالهم تيكون، ولكن او ميم طون علاش انت وانت وانت انت ما تنضيش تحركي وديري المشاريع؟ علاش جيت لكم هذه القضيه ديال انديبوندون تكونوا عندكم مقاولات شخصيه مقاولات فرديه مقاولات ديالكم لي زونتربريز ديالكم الخدمه ديالكم تجارتكم؟ لان التجاره ما فيها لا تقاعد لا والو، يعني بقاو خدامين حتى 80 90 عام وانتم بصحتكم، ما كاينش اللي يقول لكم لا تقاعد غدا ولا بعدو ويكون عندكم هذاك داك الفتره ديال اللي كيدوزوا منها الناس كاملين من التقاعد. هذاك الشيء علاش قلت لكم مثلا عندك انا من بين اللي المدربات العالميات اللي كيلهموني وفي دخلت عندهم في التدريب هي ليز بوربو، ليز بوربو الكنديه الكبيره اللي دابا عندها كدا 80 عام 85 84 86 عام، ما شاء الله عندها ان امبير. شنو هو ان امبير؟ هيلمان عندها في المؤسسات ديالها لدرجه انها كتبت 26 كتاب وعندها دورات ديالها مترجمين لكل لغات وعندها مدربين في العالم كامل وصلت حتى للصين وحتى لاقصى اقصى اقصى الكره، وباقا خدامه باقا خدامه بالجهد ديالها خدامه بالبرستيج ديالها، لان وصلت لواحد النيفو انها ما تقدرش تقبل اي خدمه واي سالير واي شراكات، ولكن خدامه خدامه وبصحتها وصراحه انا كتلهمني بزاف. علاش؟ لان حتى وصلت ل 55 عام عاد بدات المشوار ديالها الفردي، يعني تكون حره راسها وتستقل. يعني قبل كانوا عندها مشاكل وكانت عندها صدمات وكان عندها بزاف د الحوايج، دونك ما تقولوش راني
معطله، ما تقولوش راني شرفت عاد ندير، لا لا لا، عندك الويزهاي وعندك وعندك هادي، هادو اللي كنعرفهم بزاف حتى كبروا في السن عاد بداو الهيلمان ديالهم، وداك الشيء اللي كتشوفوهم دابا بالفلوس وبالرفاهيه اللي فيها وبالسيطره اللي عندهم في العالم ما شاء الله، وبالبرستيج اللي عندهم، بالمكانه ديالهم، بالمهارات ديالهم، توافتوا هاد. دونك الاستقلاليه في الخدمه كتخلينا نزيدو بزاف، وما كنبقاوش معتمدين على واحد الصالير اللي محدود ممكن تكون فيه الترقيات وممكن ما تكونش فيه. اذا الخوف من قله الرزق والخوف ان الرزق ما يدخلليش، وهذه معتقدات ومخاوف ومشاعر خص بنادم يخدم عليها، لان كنتوكلوا على البشر ما كنتوكلوش على رب البشر اللي تيرزق هذوك حنا غيرزقنا، لان هذاك اللي كيعطيك الصالير ربي اللي رزقه، حيت هو مآمن وعنده كيفاش يدير، عنده وتعلم ودار كيفاش، داكشي علاش بخدمك كيعطيك الصالير. اذا انت هو رزقك جاي من عند بلاصه اخرى، اوكي. دونك للاسف التوكل على الناس وماشي التوكل على المصدر الحقيقي هو اللي مخلينا، وهادشي خصنا نخدموا عليه في المخاوف ديالنا، لان ما كان للاسف للاسف للاسف. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه، حتى اللي خايفين من هذه القضيه ديال الاستقلاليه في لي زونتربريز، او يديروا مشروع صغير ويديروه ديكلاري يعني بالورق ديالو رسميه وداكشي، باش ما يبقاوش خدموا غير في الكحل في النوار ومخبيين على الدوله وما كنخلصوش لي طاكس وداكشي. ممكن ديروا نص نص، يعني كاينين شي دول كيسمحوا لكم ديروا نص نص، صافي تبقاو في الصالير ديالكم، ومثلا بالليل ولا السبت والحد اولا في العطال اولا في هذا ديروا الخدمه ديالكم، المشروع ديالكم تنميوه وتمشيو فيه في الطريق. اذا هكا كتكونوا كتاخذوا الصالير ديالكم هكا، من بعد شنو كتوليو ديروا؟ الا قبلت لكم الخدمه كديروا كتقسموه بالنص، صافي الصالير ديالكم الوقت ديالكم الا كنتوا كتخدموا مثلا 40 ساعه في السيمانه كتوليو تخدموا 20 ساعه في السيمانه، وكتعليو الخدمه ديالكم حتى لواحد الدرجه الخدمه ديالكم تولي تجيب الايرادات بزاف، ومن بعد تحبسوا الصالير ديالكم اولا تحبسوا الخدمه اللي عندك الناس في نوبه، وما تقولوش الا حبست الخدمه عندي هادو غيمشي ليا الصالير، وعندك خدمه ديالي ما تمشي عليش، وعندك لا لا لا. نقول لكم الدليل هو ان شحال من واحد كنعرفو انا في المدربين وكنعرفو في الناس اللي حدايا الخدمه ديالهم زادت بزاف كورونا مثلا. كورونا هي ازمه اقتصاديه ومازال غتزيد، والناس كاينين فيهم اللي زايدين المشاريع ديالهم، لان كنقولوا حنا الخير ديال واحد كيمشي على التعاسه ديال الاخر، اه وكاينه، لان واحد عرف يستغل الفرص وما كانش عنده داك الخوف ان كاينه ازمه عالميه وازمه اقتصاديه وازمه سانيتير اللي هي عندها علاقه بالامراض وانا غينقص ليا الخدمه ديالي. لا بالعكس، قال فين نقدر نستغل المهارات ديالي باش نقدر نخدمهم في هذا الوقت اللي هاد الناس محتاجين ليه في هذه الازمه هذه الاقتصاديه او الصحيه او لا او لا او. هذا هو السؤال، لان حنا عندنا كنوز، حنا عندنا كنوز لداخل، راه الكنوز اللي كتجيب الفلوس، راه ماشي هذاك السيد اللي كيعطينا الفلوس، لا هذاك السيد راه مخدمك حيت انت عندك ذكاءات خاصه وعندك مهارات خاصه، هو كيستغلك باش كياخذهم وكياخذهم بابخس الاثمنه، يوقفك وقت ما، وكاين تهديدات هما والاكثريه الصراحه اللي في الصالير قليل اللي هما مرتاحين في خدمتهم وكيبغيوها بزاف، قليل قليل اللي عاجبهم الصالير، وقليل اللي مرتاحين في الصالير هذا، وقليل اللي الجروب الفريق اللي هما خدامين مع ليكيب اللي خدامين معاه ولا اي خشي الناس اللي فوق منهم قليل اللي مرتاحين صراحه. انا نقولها لكم اوكي. الو القصه ديالي مع علاش عندي خدمه حره وما عنديش خدمه الصالير، قصة طويلة صراحة، لأن 7 سنين رفضوني الشركات ديال بلجيكا كاملين بلجيكا، وملي درت أونلاين داكشي كلشي كنت كنترفض. في الأول كنت كنقول الناس العكس العيد ما عرفت شنو، عندي نقصين المهارات، ممكن الدبلومات ديالي ما كافيين، عييت منقلب على الأسباب، ممكن الحجاب، ممكن أنني عربية، ممكن ديسكريميناسيون العنصرية، ما خليت ما قلت الصراحة، كنت ضحية لأقصى درجة. حتى السنة الأخيرة ديال 7 سنين وبديت نفيق الصراحة، واحد الباترون مشيت لعندو بالسيفي ديالي، هو اللي الصراحة بصراحه فهمني علاش ما نقدرش ناخذ خدمه مع الناس. الوغ شنو وقع ليا؟
ملي دخلت عنده قال لي يا توي سيغ كاليفي، سيغ كاليفي هي عندك مهارات عالية بزاف على داك البوست اللي انا حال، ولا حطيتك في ليكيب غتخربقي لي ليكيب. دابا ليكيب ما زوينش بزاف قال لي، ولكن فيه اون ارموني، واحد التجانس، يعني كاينين فيه ناس ما عندهمش مهارات بزاف، كاين عندهم ناس شوية. المهم قال لي ليكيب زوين، ولكن انت الا حطيتك غيغيروا منك، غيحسدوك، غيحقدوك، غادي يشوفوا غيشوفوا المهارات ديالك عاليه والذكاءات ديالك عاليه في هذا الدومين، في هذا البوست هذا، وغتخلقي لي مشكله. بقيت كنشوف فيه الصراحه، كون كنت شحال هذه كانت الهضره غادي تقصحني بزاف، ولكن سبحان الله خديتها بواحد الطريقه اللي زوينه بزاف. وقلت ملي هاد السيد هذا كيشوف لي هاد المهارات كاملين، يعني انا قادره 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 على انني ندير شي حاجه لراسي. فوالا، من تما بدا هاد الشيء. دوك هذاك السيد ملي هضر معايا بهذيك الطريقه، قلت كون كانت مريم شحال هذه كانت غتغضب وغتقلق على الهضره اللي قال لي، على انا مبغاش خدمه بحال اللي احتقرني. لا، هو ما احتقرنيش، كونترير، هو قال لي تلمو عندك مهارات كثيره، وشاف فيا شي حوايج بزاف ممكن انا ما شايفاهمش هذاك الوقت في راسي، لان بدا كيعدد ليا السي في ديالي شنو فيه وداك الشيء. وقال لي الصراحه الصراحه كون كنت انا بوحدي اللي كناخذ القرار في الاجتماعات، ناخذك ونحطك حدايا، وما نحطكش مع داك ليكيب، نحطك حدايا، يعني انستغل لان عندك ما يدار وعندك هذا. وواحد الحاجه تالي انتباه ديالي، قال لي البوست اللي انا غنخدم فيه الناس ما خصهمش يفكروا، خصهم يكونوا اكزيكوتيف، يعني منفذين فقط، يعني نعطيك لاطاش وخدم. وقال لي انت من النوع اللي لا، الا عطيتك لاطاش غتبدي تفكري لي فيها وتبدي تقولي لي لا وعلاش وكيفاش، لان انا عندي النقد، انا عندي النقد والتحليل، وعندي لا كرياتيفيتي، الالهام والابداع. وهذاك النوعيه ديال لي بوست لا، تعطيك لاطاش خاصك ديريها وانت ساكته، واخا الحاجه ما عجبكش فهاديك لاطاش. مثلا مثلا كنت انا طبيبه ولا مثلا فرمليه، وقالوا لي سيري ديري، مثلا قالوا لي اعطي هاد الدواء لشي حد، ما نقدرش، لان انا اصلا ضد ديك النوعيه ديال الدويات ولا الفاكسانات ولا اللقاحات، وغيقولوا لي سيري ديرو، غادي نكون تعارض مع القيم ديالي لداخل. هذاك الشيء علاش ما خدمتش شي خدمه، كنت باغا نكون طبيبه ما طلعتش، كون حيت تعارض مع الداخل ديالي، كنت غادي. وكاين اللي عنده تعارض ومشي خدام غادي في داكشي ديال، انا لا، انا من النوع اللي كنغلي لداخل، ولا كانت شي حاجه فيها تعارض ممكن ناخذ قرارات صارمه جدا في حياتي اللي واحد اخر ما يقدرش ياخذهم. لان دوك داك الشخص وماشي هو بوحدو الصراحه، والله العظيم في ظرف ميم با اسبوعين تلاقيت مع باترون اخر اللي حتى هو خدا السي في ديالي، وقال تقريبا نفس الكلمات، قلت هذه اشارات من الكون كتقول لي صافي حبسي، ما بقاش تدفعي السي في ديالك حتى شي حد، سيري قلبي ما ديرك. تما فاش حليت الجمعيه الاولى ديالي كبرتها بزاف، جاوا الامراض اللي حلوا لي اطفال داخليه بزاف، منها تقويت وزدت، ومن بعد سديت الجمعيه ديالي وحليت الاكاديميات ما شاء الله العظيم، والامور بقات غدا ميسره وفضلكم والتواجد ديالكم والحب ديالكم. رجعوا للقصه ديال التقاعد. الو، شنو كيوقع في التقاعد؟ بما اننا عندنا واحد ايماج، عندنا واحد الصوره ذهنيه للتقاعد، شنو هو؟ كتبقى السالاري، يعني كتبقى بالسالير ديالك، يعني عندك واحد مدخول شهري قار، وكتبقى عليه تبقى عليه تبقى عليه، وتبارفوا كاينين شي خدامي كتطلعوا فيهم كراد شويه، وكاين كاين شي خدامي ما كيزيدوكمش فيهم، كيستغلوكم مده 20 عام 30 عام، وما كيزيدوكمش، ما كيعلوكم لا في النيفويات ولا كيزيدوا لكم السالير ديالكم. اش كيوقع؟ تيوصل يقرب 60 63 62 65 على حساب الخدمات وعلى حساب الدول اللي نتوما فيها. كاش كيوقع؟ كيبداو يقولوا لكم راه قريب لكم التقاعد، نتوما كتبقاو تقفوا. علاش؟ حيت عارفين بان التقاعد كيطيح تقريبا، ملي كتخرجوا تقاعد ممكن السالير ديالكم والمدخول ديالكم يطيح للنص او اكثر من النص. يعني داك المدخول اللي نتوما دايرين به مأسين به الحياه ديالكم على النيفو ديالها، واخدين كريديات، شارين ديور، طوموبيلات، كتصرفوا على والديكم، وزيد وزيد وزيد، ما غيبقاش يقدكم، لان نتوما هازين واحد المسؤوليه كبيره والصالير ديالكم قرب. هنا كيبدا المخاوف، حيت كنكونوا متكلين على داك الصالير وداك داك السيد اللي كيعطي الصالير، هذا هو المشكله اللي واقعه. هذه حاجه. حاجه اخرى هي اننا ملي كنكونوا في الخدمه ديالنا كنكونوا خدمه والدراري، اللي عنده الدراري خدمه، والدراري والراجل، ما تنكونوش عندنا هوايات، ما تيكونش عندنا مشاريع صغيره حدانا، كندير خياطه، كندير
الطرز، كندير مثلا جيد توريستيك، كندير مثلا دروس ديال الالمانيه لشي حد، ما كيكونوش عندنا شي حاجه اكوتي، على حيت مي كيجي التقاعد ما تيلقاناش كنديرو شي حاجه اكوتي باش هذا التقاعد يمشي وهذا يكمل ونزيدو، حيت كتكون عندنا هوايات، كتكون عندنا الهامات. لا، تيجي التقاعد كيلقانا ديجا عيينا مسالين، ما عندنا لا رياضات لا بليزير، يعني شي حاجه كتعجبنا، لا رغبات، لا حتى حاجه، لا شغف، ما عندنا حتى شي حاجه، ما عندناش. تيجي هكا كيحبسنا، صافي كنحبسو وكنبقاو. الو، كيوقعوا حوايج اخرين، كوارث اخرين، ملي كيوقع التقاعد من غير الخوف من الرزق ومن غير. الو، شنو الكوارث اللي كيوقعوا مع التقاعد، مع هذه المعتقدات وهذه الصوره الذهنيه اللي عندنا على التقاعد؟ نشوفوا بعدا، نصفوا المعتقدات على التقاعد. كيقولوا تقاعد يعني حبس حبس، ما خصو ما يدير والو. لا، هي قبل من التقاعد حياة فيها الركض والسرعة، وفيها البحث عن الرزق والأولاد والخدمة، وشي حد مسيطر عليك وفرض عليك شخصيته وفرض عليك الخدمة ديالو. ومور التقاعد غارتاح، ولكن ماشي رتاح باش ما ندير والو، لأن يعني لما درتو والو ما كانش عندكم أهداف مور 60 في حياتكم، راه كاينه مشكلة. علاش؟ حيت بالنسبة للخلايا اللي تعودات، الخلايا والطاقة ديالكم تعودات واحد الدبدبات ديال نتوما في سرعة وفي حركة وفي اكتيف، يعني عندكم مرونه في الحياه وعندكم النشاط في الحياه، وكتجري واخا كان ستريس، ولكن كنتو كديروا شي حاجه. من بعد غتعطيو لو كور ديالكم بانكم ما بقيتوش ديروا حتى حاجه وما عندكمش علاش تعيشوا. غادي تبقاو الخلايا ديالكم اللي فيها الاد دي ان، اللي فيها الجينات، كيبقاو غاديين تيضمحلوا، صافي دير دي جينيريسونس، وكتبقاو غاديين تتجروا لكم الامراض، وكتجروا لكم الموت بطريقه غير مباشره، يعني كتموتوا بكري. وسخطوا هذاك المعتقد اللي حاطينه لنا زوين بزاف وفي حديث، وللاسف حديث ماشي غير ضعيف، لا مجال له من الصحه، امه محمد تموت ما بين 60 و70. شكون اللي قالها لكم؟ وعلاش؟ حيت سيدنا محمد مات بكري، خص كلشي يموت. وعلاش الانبياء الاخرين ماتوا 900 والالف والالف والمئة؟ حيت ما كانوش كيعتقدوا بالموت قبل من 100. وكاينين المجتمعات حاليا المراه كتولد على 120 عام، كاينين في التيبات، في الامازون، المراه كتولد على 120 عام، يعني باقا عندها الحيض حتى 120 عام، حيت ما عندهاش، ما شافت لا تلفزيون، ما حطوا عليها معتقدات، ما عندها حتى حاجه. اذا عارفه بان تقدر تبقى في صحه حتى لواحد السن، وتولد وتجري وتكبر ولدها وعادي، ما كاين حتى مشكل. حنايا هذاك المعتقد حطوه لينا، معتقد صراحه خايب بزاف، ما نكذبش عليكم، لان كل واحد مبرمج فينا على انه خصو يموت ما بين 60 و70، ولا ما مات ما بين 60 و70 خصو يعمر امراض في ديك العشر سنين. وفعلا الا لاحظتوا والدينا واللي دايرين بينا، ما كاينش الامراض كلهم جامعينهم، يعني كيمرضوا كيتسناو الموت. والاكثريه ديال، شوفوا والدينا، المراه حاله استثنائيه، لان كتبقى مسكينه هز المسؤوليه ديال الدار ديالها وداك الشيء، وكتبقى تطيب وتجمع الماعن وتصبن والعراضات وبزاف الحوايج، وهز حتى الراجل بكل شيء ديالو. الراجل لا، الراجل تيتكل على المراه مور التقاعد، وتيجلس ويبقى غير ينق، شنو ينق؟ ينق وينق، يبقى علاش هادي محطوطه هنا؟ علاش هذا؟ علاش هذا معوج؟ علاش هذا ما نعش بكري؟ علاش هذا خارج دابا؟ علاش هادشي اللي كيبقى يدير الراجل؟ لان ما كاين ما يدير مور 60، وتبرمجنا وعندنا صوره دينيه على التقاعد. شوفوا الكارثه فين كاينه، ماشي غير كارثه، والله انا تنقولها، تنقول كارثه عظمى، والله العظيم الا كارثه عظمى. دونك خاصنا نبدلو نيتنا، وخاصنا نبدلو هادشي كامل هذا، لان ما بقاش صالح نهائيا.